مرحبا، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الخميس 7 حزيران. المونديال قرب واللبنانية عم بيتحضروا لمتابعة كاس العالم. أمسية موسيقية للفنان التونسي لطفي بوشناق ضمن مهرجان ربيع بيروت وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن لما ضناوي، منسقة جمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال، معها رح نحكي عن نشاطات المركز، ونادين العلي عمران مديرة مركز الصفدة الثقافي، رح نحكي معها عن الندوة اللي رح تجمع الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي اليوم الخميس ب 8 حزيران بمعرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس. هيدا ملخص عن الحلقه، ومثل العاده اول محطه بتكون اتصال مع مصلحه الارصاد الجويه. مدام منى عمر العزه معنا على الخط، مرحبا. أهلا، كيفك مدام؟ ماشي الحال الحمد لله. عم نستمتع بطقس روعه. حتضلكم تستمتعوا بس مش كثير. والله رح نضل ولا ما رح نضل؟ لا لا حتضلوا. نحن عرفنا انه جمعه اللي جايه رح يتغير شوي الطقس. هلا من هلا للتنين استمتعوا بالتقس. يلا تفاصيل. مبدئيا التقس دايش مثل ما شايفين هاليومين، اليوم رح يكون صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة، بكرة كمان في عنا ارتفاع اضافي بدرجة الحرارة. اوكي. السبت ما في تغيير بأي درجة الحرارة عن اللي كانت عليه قبل بيوم. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 21 و 31، المرتفعات من 18 ل 28، الأرز من 13 ل 28، وبالبقى من 17 ل 35. عليت رجعت نوعا ما. هلا رطوبة شوي ثقيلة، عم بيكون في رطوبة عالية على الساحل. صح مزبوط. قديش عم توصل؟ عم توصل ل 80. فرقت منيح 80. اكيد. نعم. الهواء رح يكون شمالي غربي، سرعته بين 10 و 40 كيلومتر. نعم. البحر منخفض الموج، حرارة الماء 25 درجة، يعني البحر كمان دفي شوي. صار منيح بقى من هلا للكم يوم يلي جايين. طقس هيك رح يكون تقريبا صحيح. من اليوم للتنين مبدئيا هيك. نحن كثير منيح، شكرا على هالخبرية. يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. جوال وعناوين الصحف، مرحبا. صباح الخير لك جوال ولكل اللي عم يتابعونا. جولة على الصحف الصادرة لليوم الخميس 7 حزيران. البداية مع عناوين النهار: استبعاد الولادة قبل الفطر ولا تأخير بعده، الحريري متفائل بفريق عمل حكومي، والحصص آخر هم عند الناس، الاستعدادات لإعادة اللاجئين السوريين من عرسال تجدد التباينات مع مفوضية اللاجئين. بالعناوين الداخلية للنهار: ثلاثية القوات مع التقدمي والكتائب إلى أين؟ تحذيرات من فخ ترسيم المزارع، وأيضا بالنهار احتجاجات الأردن في اليوم السابع وإضراب للنقابات. العراق إلى مزيد من الغموض السياسي بعد إقرار البرلمان إعادة الفرز اليدوي، وبختم نصف الشركات مستمر من إيران، وأوروبا تطلب نجدة واشنطن. من النهار إلى عناوين الحياة: النقابات الأردنية تمهل حكومة الرزاز أسبوعا، تراجع الاحتجاجات والتغيير يطاول الفريق الاقتصادي، قانون جديد يمهد لطعون ويؤخر الحكومة، مفاجأة البرلمان العراقي، فرز يدوي للأصوات بإشراف قضائي، باريس تحذر طهران من اللعب بالخطوط الحمر، احتكاك بين الروس وحزب الله في القصير، ومجلس منبج يرفض الوجود التركي، وختاما بالحياة: مأساة غرق مهاجرين قبالة تونس تطيح وزير الداخلية وعشرة مسؤولين. جولتنا بتتابع مع عناوين المستقبل: الحريري التيار بأمان ومسؤوليته منع الحرائق، انقلاب أبيض في البرلمان العراقي على نتائج الانتخابات، بطاقة حمراء فلسطينية لإسرائيل، وأيضا بالمستقبل العقوبات الأمريكية تهجر الشركات الغربية من إيران، محامي ترامب كيم توسل راكعا من أجل قمة، وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالمستقبل، وعم نشوف الحريري وهو عم يتحدث خلال إفطار المهن الحرة بتيار المستقبل امبارح.
جولتنا بالتابع مع عناوين الأنوار. بري يقبل اقتراحا أمريكيا بحضور لبنان اجتماعات في الناقورة. الحريري أسعى لتشكيل حكومة وفاق وطني. البابا فرانسيس يستقبل وزير خارجية الإمارات. وأيضا بالأنوار، المجلس الدستوري يقبل آخر دفعة من الطعون بالانتخابات. النقابات الأردنية تواصل التظاهرات السلمية. وكتب لليوم رفيق خوري ضمن افتتاحية الأنوار: إيران وروسيا والغرب ورطة معقدة وخطيرة. من الأنوار إلى اللواء، التفاهم على إطار الحكومة والأسماء والحصص تسابق العيد. ارتفاع الطعون إلى 40 وبوادر أزمة بين لبنان والأمم المتحدة حول النازحين. أوروبا تطلب إعفاء شركاتها العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية. باريس تحذر طهران من اللعب بالخطوط الحمر بشأن النووي. النظام يفتح الطريق السريع بين حمص وحما بعد 7 سنوات. أنقرة: اتفاق منبج سيعيد الثقة مع واشنطن. بتابع جولتنا مع ترجمة لأبرز عناوين The Daily Star. تفاؤل الحريري بشأن الحكومة بحاجة إلى إجماع. مسؤول كردي سوري يؤكد استعداد جماعته التحاور مع النظام. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريان لوجور: البداية بيئيا، يجب إنقاذ قمم العقورة. وبالعناوين الأخرى وفي الملف الحكومي: مهمة الحريري تزداد صعوبة أكثر فأكثر. السيد يعتبر أن اغتيال الحريري جعل من القرار 1559 قابل للتنفيذ. تابع مع عناوين الشرق: ملف عودة النازحين على نار حامية. أولى أبار النفط تحفر في 2019. الأحباط الإيراني بقلم عماد الدين أديب. وبعنوان أخير: حذاري جرائم الواتساب. من الشرق إلى الشرق الأوسط، خريطة طريق لتكامل سعودي إماراتي. محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يطلقان استراتيجية العزم ب44 مشروعا. روسيا تطمئن إسرائيل وتقلق حزب الله. الأردن: النقابات المهنية تصعد تحت ضغط الشارع. وختاما، قال للشرق الأوسط: إن مرسوم التجنيس ضربة لعهد عون. جعجع يحذر من توريط لبنان في مغامرات. ختام جولتنا بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية. وبالعنوان العريض لليوم: الحريري يوازن بين الطموحات والضرورات. عن المستوزرين ومطالب أبو حسين. وختاما، الصورة الرئيسية حملت عنوان: امتحانات الثانوية العامة انطلقت. مع هالعنوان بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك اول بحلقتنا من بعد مواعيد ثقافيه وفنيه مع جوال. رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية. شهر حزيران بيحمل كثير من المناسبات، أبرزهم ب 21 شهر. بهيدا النهار بنحتفل بعيد الموسيقى، وأيضا بنعيش ذكرى غياب عاصي الرحباني. وبهالمناسبة وضمن جولتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال هالصيف، أوركسترا قوى الأمن الداخلي بتقدم أمسية موسيقية بهالمناسبة ببكفية، والموعد ب 21 حزيران. ومن أعمال عاصي الرحباني بنسمع من بيع الخواتم. هيدا راجح حميد عدى وصار لازم نلقي له حل بسرعة. هيدا كنت خايف منه انه يجي يتعدى على الضيعة. يا خالي ناسي بانه راجح ما بيتخانق الا معك. ايه مظبوط، راجح بيخانق لكن ما ظني انه بيسرق. يلا اختار، يلي بيخانق بيسرق واللي بيسرق بيتعدى. معه حق، يلي بيخانق بيسرق. وين هو راجح كخالي وكيف بده يفلت معزي؟ هيك ايه، معزي مناش بالبرنامج. بلكي السرار من الضيعة. لازم نكمش السرار. لكن شو، راح نكمش راجح بالاول ومنعرف منه رفقاته. لما بتكمشوا بتضربوه.
هو بيقر. يا خالي شو هالخطة؟ شو السر اللي هم؟ بعرف شو شو هلا بهتم براجع وانتو اهتموا برفقاتو. قولك مين؟ بده يكون حدا اشتلع على الكذبة وعم يلعب هاللعبة. رايح اتحرى لحالي بطريقة خصوصية، رجاج العشية حتى يتطمن بيلي. فإذا كنا عم نشوف مشهد من بيع الخواتم، منتابع مع أخبارنا بسياق ثلاثة الأفلام وبالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون أفق. بتدعي دار النمر للفن والثقافة إلى حضور فيلم بيحمل عنوان طبيعة الحال. هالفيلم هو أول فيلم روائي للمخرج الجزائري كريم مساوي، انعرض بمهرجان كان السنة الماضية ورح بيتم عرضه الثلاثة ب 12 حزيران الساعة 6 بعد الظهر بدار النمر للفن والثقافة، والدخول مجاني. هاي جارة وتكل عليا باش نوصل بسكرة، هي زوج وحدة بنت ولد امها. وراجلك كيفاش؟ ناس مليح. مش كيما انا. إلى الأعمال المسرحية، مؤسسة كافئات بتقدم هلأ وقتها للفنان جورج خباز لليلة وحدة بس ولأول مرة بلبنان، حيث هيدي المسرحية رح يتم تمثيلها من قبل فرقة نجوم الكافئات، فرقة مؤلفة من ممثلين ذوي احتياجات خاصة. وموعد العرض 30 حزيران نهار السبت 7:30 المساء على مسرح شاتو تريانو. يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك؟ خير ببطل اسم الكامل بيصير اسمك. اسمك الكامل؟ سلامي سليم سلامات. اسم الوالده؟ امي. اسم الوالده؟ مثل ما انا بعيط لها ولا على التذكره؟ على التذكره. انا على التذكره عندها اسمين، بيا بنسميها ارزي على اسم مرحومه امه، واما بسميها تفاحه على اسم مرحومه امها، اختلفوا ببعض وصار بيا عيط لها ارزي واما تفاحه. وهي شو اسمها؟ على التذكره ولا مش لها؟ بيا على التذكره. عادي تدخل المختار طيحل المساله. قالوا يا جماعه هاي بتضلوا مختلفين، سموها اثنين، اول حرفين من ارزي واخر حرفين من تفاحه، ايه سموها ارحه. نتابع مع أخبارنا إلي عقيقي بيقدم فرقة ساجات يلي رح بتقدم الأجواء المصرية إن كان من خلال الغناء أو من خلال الرأس الشرقي. الموعد الليلة الساعة 10 المساء بدبلج بدبي. لا 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 تبقى معدي. لا لا سلمش علي. لا عيني في عيني. لا لا وعنا في عيني. لا لا نروح إلى أجواء ركزة أكثر. بمناسبة يوم الأرشيف العالمي بتفتح المؤسسة العربية للصورة أبواب أمام الجمهور بمركزها بالجميزة للتعرف على مجموعتها من الصور الأرشيفية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكثر من 600 ألف صورة تم جمعهم منذ إنشائها عام 1997 لغاية اليوم. وموعد هالحدث السبت 9 حزيران من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 6 بعد الظهر بالجميزة ببيروت. ننتقل إلى المحطات الصيفية مع المهرجانات يلي عم تعلن تباعا عن فعالياتها. مهرجان فلوغة ومن بين عدة محطات رح بيقدم الفنان فارس كرم بأربعة تموز. أودع ولكي والجار بعد أطير وعلي الثقافة. بتدعي اللجنة الثقافية الفنية بالحزب الشيوعي اللبناني إلى حضور الفيلم الوثائقي اللي بيحمل عنوان درس في التاريخ للمخرج هادي زكاك، على أنه يتبع العرض حلقة نقاش مع فريق العمل. موعد العرض اليوم 8:30 بمقهى تي مربوطة بالحمرة. أيها اللبنانيون،
نعدكم بأن يصبح بلدكم وطناً حراً مستقلاً لا يد لغريب فيه. عشتم وعاش الهلال. بدعوة من جمعية السبيل وجمعية أصدقاء المكتبات العامة بلبنان رح يتم تنظيم مهرجان حرش بيروت لسنة 2018 يلي رح يتضمن محطات فنية وثقافية كتيرة بالإضافة لمحطات خاصة بالأطفال. أما من الناحية الفنية رح يستقبل مهرجان فنان سامي حواط وفرقته الفنانة نسرين حميدان، وبالأعمال المسرحية رح يستقبل حنان الحاج علي، عليا الخالدي وغيرهم. وموعد هالمهرجان على يومين سبت وأحد 23 و 24 حزيران من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 10 المساء. طيبي لما ترجع تسألني مش عجيبي والعجيبي اللي بده يظهر مني. الله بيعلم الله بيعلم تندم. كنا عم نسمع اذا الفنانة نسرين حميدان يلي رح بتكون مشاركة بنشاط مهرجان حرش بيروت. رح نتابع مع اخبارنا بنظم مكتب القدامى بجامعة الروح القدس بالكاثوليك يوم مفتوح لجميع القدامى يلي رح يلتقوا مع الطلاب الحاليين ضمن نهار منوع بين الثقافة والفنون مع كارلا رميا والفرسان الاربعة نهار الجمعة 8 الشهر بكرة. يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يأسرني وما بيرحم قلبك. يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يأسرني وما بيرحم قلبك. انت غيابك طال وانا حالي حال قلبي ناطر. دائما بالاجواء الفنيه والموسيقيه وضمن الامسيات يلي بيقدمها الفنان عبد الكريم الشعار امسيه جديده على مسرح مترو المدينه هالمره رح تحمل عنوان اتنسى ويا الصباح وموعدها السبت 16 حزيران ابتداء من الساعه 10 المساء. الفنان عبد الكريم شعار بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافيه والفنيه. عوده لعن جوال واحوال الطرقات. الى حركه السير مع المشغل جوزيف غاوي من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من مدخل الجنوبي عم تكون حركة سير طبيعية من مدينة الرياضية لتصير ناشطة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وصولا للوسط التجاري. المدخل الشرقي كمان حركة سير ناشطة اليوم من الجمهور باتجاه اليرزة، من اليرزة باتجاه السياد كمان مكملة حركة سير ناشطة. اللي مكمل على الصدر اسمي اللحود باتجاه الكارنتينا حركة سير كمان مكملة كتير منيحة مع أن أي ضغط سير. أما اللي رايح على الجسر العدلية باتجاه الأشرفية مثل ما مبين قدامنا حركة سير عم تكون كثيفة. عنا حركة سير كمان ناشطة من تقاطع أصقص باتجاه بشغلكوري. حركة سير ناشطة على كورنيش المزرعة الإشارات باتجاه بيروت. بالنسبة للأشرفية برج الغزال حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه برج المر. برج المر عم تصير حركة سير كثيفة باتجاه شارع الحمراء. عند مرايس الخط البحري باتجاه الروشة حركة سير كتير منيحة معنا أي ضغط سير. بالنسبة للمدخل الشمالي حركة سير عم تكون كثيفة من دبي باتجاه أنتلياس. أكيد عنا الطريق البحرية مثل ما مبين قدامنا حركة سير كثيفة وصولا لجل الديب للأشغال. من بعد الأشغال عم تكمل حركة سير كتير منيحة باتجاه بيروت. كمان عنا جسر الدورة باتجاه الكارنتينا شارع الحلو حركة سير كتير منيحة معنا أي ضغط سير. ناشطة بتكمل من الصيفة باتجاه الوسط التجاري أكيد وصولا للأسواق. هذا بالنسبة لحركة السير اليوم. بالنسبة للحوادث تسجلت عنا بال 24 ساعة الماضية سجل عنا 14 حادث للأسف عنا قتيل و 18 جريح. محاضر السرعة الزايدة تسجلت كمان بال 24 ساعة الماضية سجل 970 محضر سرعة. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر والأبليكيشن. أوكي يعطيكم ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم باتصال جديد.
بريك جديد بحلقتنا ومنرجع. صباح الخير. النفط، الحدود البحرية، الحكومة، مرسوم التجنيس والمونديال، رتب الكلمات التالية بحسب الأولوية. وإذا كانوا السياسيين داخلين بورشة الأسامي والحصص، فاللبنانيين كلهم ناطرين بحماس العد العكسي لإطلاق صفارة كأس العالم لعام 2018 من روسيا. وبروح رياضية عند اللبناني المونديال بيربح. بالسياسة راوح مكانك، والشهر الفضيل فرض إيقاعه. ملف النفط رجع عبر مفاوضات سرية لحل النزاع حول البلوك التاسع، وبالمقابل مرسوم التجنيس دخل بحزورة الأسامي ولعبة الكلمات المتقاطعة. وإذا كانت البطاقات الحمراء بعد مرفوعة بوجه القطار الحكومي، فالخبر المفرح من بيت الوسط أنه اللبنانيين رح يتابعوا كأس العالم مجاناً عبر تلفزيون لبنان. إذا كان المونديال شاغل الناس، فالصيفية بلبنان مليانة بالمحطات والمهرجانات الفنية. مهرجان ربيع بيروت يلي بتنظمه مؤسسة سمير قصير كان على موعد بدورته العاشرة مع أمسية غنائية للفنان التونسي لطفي بوشناق. أمسية قدم خلال الفنان لطفي بوشناق مجموعة من القصائد والأغاني الملتزمة بقضايا الشعوب العربية، ليكون مهرجان ربيع بيروت حامل أحلام الشهيد سمير قصير وأحلام كل الشعوب العربية. تقرير لزميلتنا باميلا نبهان. سنة بعد سنة ما زالت روح نضال عروبة كلمات والتزام الصحافة والكاتب الشهيد سمير قصير مرسخة بذهن كل شخص آمن فيه، خصوصا مع تدهور حالة العالم العربي وتفككه. هو اللي تنبأ بكل أحداث الثورة والربيع العربي، هو اللي اختلته يد الغدر من 10 سنوات لإسكاته ولتكون كلماته اليوم مسموعة أكثر من أي وقت مضى، من خلال عزم جيزال خوري مؤسسة سمير قصير ومركز سكايز على تخليد ذكرى، من خلال مهرجان ربيع بيروت اللي بقدم التحية سنة بعد سنة لسمير قصير، من خلال عروض السقفية والفنية اللي بقدمها واللي انطلق بدورته العاشرة السنة مع عروض رأس مسرح وحفلات موسيقية أبرز أمسية من الطرب التونسي أداها الفنان العالمي لطفي بوشناق. هالشي بين خلال 10 سنين انه دايما العروض اول شيء مهرجان دولي، يعني عم بيجي فنانين من بلدان من خارج لبنان لاول مره ببيروت، عم بيكتشفهم الجمهور اللبناني او انه عم بينبسط انه يشوفهم لانه ما في غير فرصه انه يشوفهم. انا بعتقد انه كان لازم الدوله تعمل، عم نحاول نعمل مستوى بالعروض اللي عم نجيبها، كل واحد عنده اختصاصه بهالمهرجانات، بس بقدر اقول لك انه اذا بدها تكفي الامور بهذا الشكل مع كل هالضرايب اللي موجوده، ما راح اعدد لك اياهم لانه بنرفز بس لاعدد لك اياهم الضرايب، بفتكر انه في خطر على المهرجانات. هو افضل تجسيد لروح بيروت بنفس الوقت لذكرى سمير قصير، يعني ذكرى سمير قصير هي ذكرى ثقافة الحرية، ثقافة الابداع، وثقافة دور لبنان العربي. كان إنسان مفكر بالوقت ذاته، كان يحب الجمال، كان يحب الفن، كان كتير عنده، كان ضليع بالإشياء الحلوة، رجل مناضل إن كان بالشعوب العربية وإن كان لفلسطين، وكتير حلو الميموار اللي عم بيعملوه. صياد فرص يبتدي قصة تقوم.
سنة بيجيبوا أهم فنانين وأهم مطربين على صعيد عالمي مش بس على صعيد وطني، وهيدا أكبر شرف الليلة إنه جايبين العملاق العالمي لطفي بوشناك. صراحة الموسيقى تبعه كتير كلاسيك، وهيدا something أنا I enjoy صراحة، وهيدا الشيء بيعطي دليل إنه بالرغم من الشهادة اللي عم بتصير دائما الحياة عم تستمر كل سنة أكثر من سنة، وهيدا الشيء اللي عم يعطينا حافز نضلنا بلبنان ونضلنا نعطي أكثر. بالميوزيك هول بمجمع البيال بحضور وزير الثقافة غطاس خوري والسفير التونسي بلبنان، تم تكريم الفنان الملتزم المبدع والمعني بقضايا تونس والعالم العربي لطفي بوشناك، اللي قدم أمسية غنائية طربية بامتياز خاصة بالتراث والغنى التونسي مع فرقته الموسيقية، فأطرب الجمهور اللي غنى وراه تميل معه ورقص على ألحانه، واللي دعم من خلاله أبطال العراق شهداء فلسطين وسوريا والثورات العربية، غنى الحب والجمال تونس والعالم العربي أغاني جسدت روح سمير قصير والتزامه بمهرجان ربيع بيروت المجاني اللي عم بخلد ذكرى سمير قصير إنسان مبدع ومفكر عظيم صارع بألمه من أجل بلد حر ومستقر. تحية ليك وتحية للسادة المشاهدين، تحية للشعب اللبناني، تحية للشعب العربي، ونقول ربي وحد الصفوف وربي بعد علينا الفتنة وربي صلى يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير ومستقبل هذه الأمة، وندعو للحب وندعو للسلام وندعو للتآخي وندعو للابتعاد عن الفتن ونضم الصفوف إن شاء الله يا رب. لطفي بوشناك أكيد فنان عربي كبير جدا تفتخر به تونس وكل العالم العربي، واحتفال اليوم هو أولا إطلالة فنية للطفي بوشناك على لبنان، لبنان الإبداع والثقافة والحضارة. صاحب صوت خفيف، قلب طيب، مبدع، موشحات، ممتع. معجب بالأستاذ لطفي بوشناك قديما، وطبعا هو طاقة عربية ضخمة. أنا ماني شايفة مثل صوته بحياتي، كتير بعقد وأحلى كونسرت بحضره بحياتي يمكن. تكنيك وأحساس وأداء وكل شيء، يعني فول باكج. الفنانين الصف الأول يجوا يتعلموا وبس. ألحان وكلمات وموسيقى رائعة. يعني سكرنا على صوته اليوم وحياة الله عن جد. لا. مرسي لمؤسسة سمير قصير، لازم كل سنة تعدلنا إياها. بليز بليز، لي الشرف أن يكون في هذا البلد العزيز اللي مش اليوم باش نرمي الورود للبنان، إنما لبنان بتاريخها وفنانيها باللي تعلمنا عليهم ولا زلنا نتتلمذ عليهم إلى يومنا هذا الحاضر، فضلها كبير على الأمة العربية. بالسياسة الأمور بعدها معرقلة واللبنانيين تعودوا ولا مرة الملفات بتتحرك بسرعة، وعلى هالحال إلنا سنين. بزمن المونديال ما في مطرح للسياسة، صحيح المونديال ما بلش بعد بس الناس عم تتحضر، والسؤال الموحد عند الكل أي فريق رح تشجع السنة، وكتار من مشجعي الفرق يلي ما وصلوا على كاس العالم مثل التليان والهولنديين كلهم عم بفتشوا على فرق بديلة، وحصة الدول العربية خمس فرق مشاركة ومع مثل مصر تونس والمغرب. مع مين انت بالمونديال؟ جواب بهالتقرير.
قال هيك سبين وبس شو عم تحكوا من يعني بروباريتك 3 سنين ورا بعض عندنا فوق 50% نربح يعني حتى شو عم يحكوا لك سبين وبس سبين برازيل سبين برازيل سبين برازيل سبين سبين باك جراوند ارجنتين ارجنتيني يس فور ايفر دايما من 98 ارجنتيني على فكره مين ما يربح ما بتفرق بس انه هيك شوي لنعيش اللحظه أيام قليلة وبيبدأ الحدث الدولي الأكبر المنتظر كل 4 سنين مرة كأس العالم لكرة القدم اللي بتزرع الحماس والتشجيع بالمنازل والقهاوي والشوارع وبين البرازيل وألمانيا وإسبانيا وغيرهم من الدول ترفع الأعلام وبتبدأ التحضيرات لبدء المونديال فعلى أرض روسيا دول عم تتبارى وعلى أرض لبنان أجواء حماسية وخلاف مشرع بروح رياضية عم نزين اعلام وكذا وكل واحد بيشجع منتخب راح نعطيه اعلام نحن بنحط لهم على المباريات وتتفرجوا وتصير هذه بشجع هذا وهذا بشجع هذا حس حالك انا بروسيا عم بلعب اكيد كثير حماسيه حتكون والبرازيل بعتقد حيكونوا احسن هالسنه لا المانيا وبس ما في بعد المانيا ما في Fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field down. Unify us, make us feel proud. هلا أنا بشجع البرازيل بس المفروض أحضرها يعني مازال جامعة وهيك بحضر بهالكافيه يعني ورواء إن شاء الله بنربح يعني. الكافيات بيكونوا كتير معجوقين وبدك تحجي قبل بوقت قبل بمنيح وقت و. أكيد وجو حلو تظهر أكثر على المحلات والكافيات لأنه بحبوا الجو أراجيل وأصحاب حسب الماتش هلا إذا ماتش كثير بتوتر فيه لأ بحضره لحالي إذا ماتش عادي فبحضره مع أصحابي أكيد سمعت إنه خلص صارت رسميا إنه حينقلوا التلفزيون لبنان حيكون ببلاش لكل العالم فجريت أجواء المونديال حتكون مجنونة أكيد يعني هون إذا إجا جول حكسرون لرفقاتي أول شيء بعد كل ربح للفريق اللي بنشجع رفقات بنساوي طلعة يعني للكل جزدورة للفريق نطلع بالموتسيكات على الطراط وعلم وصريخ وزمامير وقصص هيك يعني على الفيسبوك بننزل بس نحط أعلام على السيارات أو على إذا خلاص ما بعرف إنه شو بحطوا أعلام ما بيحضر جول بالاساس احنا كبرنا على الحماسيات هلا بعد ما هاي بس لهلا انا هالسنه الجو فور ارجنتينا ان شاء الله يعني هاي اتمنى سعيد كل السعادة أن أوجد في طرابلس وفي مركز الصفدي هذا المركز والمعلم الثقافي الضخم
الذي يؤدي خيرا للمجتمع اللبناني. وأنا سعيد اليوم أن أكون مع أبنائي وأهلي من مواطني وقاطني طرابلس. أحيي جمعية في نسوة وأرجو أن يعني يكونوا على قلب رجل واحد، وأن أدعو الله لهم أن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن ويوفقهم رب العباد لخير لبنان كلها. بارك الله فيهم وفي كل أعضائها والمنتسبين إليها، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كنا عم نشوف الشيخ الداعي الدكتور عمر عبد الكافي، واحد من أبرز الدعاة الإسلاميين بالعالم العربي، ومنعرف أنه عنده كتير متتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي. رح يكون حاضر للسنة الثانية على التوالي بطرابلس بمبادرة من مركز السفادة الثقافي. رح نحكي أكثر عن هالنشاط اللي رح يصير بكرة مع نادين العلي عمران مديرة مركز السفادة الثقافي. أهلا وسهلا فيك نادين. دايما عم بيكون عنا محطات معك لحتى نحكي عن النشاطات الكثيرة للمركز، وأكيد بهالشهر الفضيل النشاطات بلشت من بداية الشهر. صحيح. والختام مسك مع دكتور عمر عبد الكافي. صحيح. ومنعرف أنه السنة الماضية يمكن كانت بالمركز حضر تقريبا شي 800 شخص بكل نهار. نحن كان عنا السنة الماضية ندوتين مع فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، والحقيقة كان في إقبال كثير كبير. ومن اللحظة اللي غادر فيها لبنان كنا عم نتفق انه السنه الجايه لازم نكون على الموعد، لانه فعلا العالم كانت جدا سعيده بحضوره. وبعتقد انه بشهر رمضان الفضيل يمكن ما في احلى من انه الواحد يقدر يستضيف هيك شخصيات مهمه تقدر فعلا تتواصل مع العالم وتقدر ترد على كل الاسئله اللي ممكن الواحد بتكون ايام براسه وما عنده جواب عليها. وكرمال هالاقبال يلي كان السنه الماضيه هالسنه وسعته كمان. مزبوط. السنة الماضية عملناه بمركز السفد الثقافي على مدى يومين. السنة حبينا أنه نفتح المجال لكل محبي داعية الإسلامية فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي تيقدروا يجوا ويشاركونا هيدا الحوار أو هيدا الندوة. فعملناه بمعرض رشيد كرامي عبكرة نحن على الموعد بقاعة المؤتمرات على الساعة 10:30 المساء بعد صلاة التراويح إذا الله رضى. أوكي. قديش نادين برأيك أهمية وجود شيخ هالقد مهم، يمكن الأبرز على صعيد العالم العربي بلبنان، وين رمزية وجوده كمان بطرابلس؟ أول شيء أنت بتعرفي أنه شهر رمضان الفضيل هو شهر العالم كلياتها. في ناس تبقى كل السنة متبعة الأمور الدينية وبتبقى فعلا مفرغة وقت من حياتها لهذا الموضوع، وفي ناس بتبقى شغلتها الحياة وبتبقى بهذا الشهر بالذات بترجع هيك لحالها، بترجع لروحانياتها. بعتقد أنه كتير مهم وجود هيك أشخاص لأنه بيقدروا يوصلوا الأفكار الدينية اللي نحن أكيد عنا علامة استفهام إيام بنعملها ما بنعرف ليش بنعملها، بيقدروا يوصلوها بالذات بطريقة منفتحة. الناس بالذات اللي عندها إيام، بتعرفي نحن اليوم الدين دخلوه بالسياسة وصارت الناس إيام إذا ما بتفهم مزبوط المعنى الحقيقي للدين الإسلامي إيام بتنقذ. إيام اليوم هيك شخصيات متعمقة متنورة بتقدر فعلا توصل الأفكار المضبوطة وبتقدر تكون بانفتاحة. هو معروف عنه بالاعتدال. صحيح. والانفتاح. صحيح. وعنده كتير مثل ما قلنا متتبعين على المواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. يمكن أبرز يلي ورد السنة الماضية رح يرجع يكون حاضر بالندولز هالسنة. السنة شوي هو منقى موضوع ما كتير تناوله السنة الماضية. السنة الماضية فات بمواضيع محددة لأنه كانت ندوتين. السنة هو فات بشيء اسمه رياح الإيمان. الإيمان لما بنقول الإيمان هو موضوع كتير واسع وبيحمل كتير تفاصيل. أنا بعتقد مع أني مني عارفة تماما لشو بده يتطرق بندوته، لأنه حتكون مفاجأة لألي مثل لكل العالم. أوكي. بس ما عندي شك أنه حتكون محاضرة شيئة وبتحمل كتير من المعلومات. معاني العمياء. بعرف قديش كنت عم تقولي لنا أنه هو على قد ما هو متعمق بالدين الإسلامي وعنده رسالة يوجهها، على قد ما هو كمان حدا كتير مهضوم وكتير مرح بالتعاطي مع العالم. إذا خبرينا الشق الثاني من شخصيته. المميز بدكتور عمر عبد الكافي على قد ما هو جدي وعلى قد ما هو كتير يعني عنده المواضيع الدينية حدة وما يعني ما في مزح فيها،
على قد ما بيقدر يوصلك. يعني بالندوة بتعدي ساعة ونص ساعتين بيكون هو عم يحكي ما بتشعري. هلا هن يمكن المصريين عندهم روح بتبقى كتير مش بس مرحة، بيقدروا يوصلك الفكرة بكتير من البساطة العميقة. يعني بيكون هو عم يحكي بتطلع معه النكتة أيام، بس أكيد بمطرحها ما بيمزح أبدا بالأساسيات. وأنا اللي بقدر أقوله أنه هو شخص استثنائي، يعني فعلا عم أقلك الساعتين بيمرقوا ما بتشعري، أو الساعة ونص ما بتشعري أنك أنت عم تسمع كلام. تعرفي اليوم سنة الماضي كانت أول مرة بتلتقي فيه، أول مرة بلتقي فيه لما أجا على طرابلس السنة الماضي. بس ما بخبرك الأمباكت اللي كان عنده إياه هو عن المدينة. ومن اللحظة عم قلك اللي مش فيها هلا عم نحدد. هلا ناخد الفيدباك تبعه على المدينة، بس خلينا نسمعه شوي. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، الثانية فيها يعني المقياس في ليلة القدر ليس بالساعات وإنما بالثواني، الثانية فيها عبادة تعدل 55 يوما من دونها أو في غيرها، والساعة فيها عبادة تعدل سنوات 8. لك أن تتخيل ثانية بخمسة وخمسين يوما، يعني شيء يعني لا تخيله إنسان، ليلة بثلاثة وثمانين عاما عبادة متواصلة، وهذه ليلة تتجلى فيها تواصل السماء بالأرض وتواصل سكان السماوات بعباد العباد الذين يعبدون رب العباد يسكنون هذه الأرض. تنزل الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام، تتنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة وينزل الروح القدس وهو سيدنا جبريل عليه السلام ليشارك المسلمين والمؤمنين في عبادتهم وفي دعائهم. فيا بشرى لمن أمنت الملائكة على دعائه، ومن وافق دعاؤه تأمين الملائكة، أو من وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب له رب العباد سبحانه وتعالى. نحن في هذه اللحظات يجب أن لا نغفل عن ذكر الله والدعاء إلى الله والاستغفار مما اقترفنا قبل ذلك، والتصميم على فتح صفحة جديدة من النصر. إن عم نحكي أنه هالقد حب طرابلس، صحيح، شو كانت ردة فعله؟ ردة فعله أنه الجمهور اللي كان عم يحضر ندوات كان متفاعل جدا، والغريب كان بهذا الجمهور كان منوع. يعني بتشوفي الكتير متدين، بتشوفي المشايخ، بتشوفي الناس اللي مدنيين واللي يمكن ما بشكل يومي هن بيتابعوا الطقوس الدينية، بتشوفي من كل الأنواع، والكل فاتح ديني وعم يسمع. وبعتقد الحلو بهذا الموضوع انه اليوم انت لما بتوصل لك الفكرة بينفتح قلبك اكتر، فبتحس حالك قريبة اكتر، يمكن مثل ما بيقولوا. يعني اليوم انا ما بقدر احكي عن العالم، بس انا اللي بقدر اعرفه انه بالندوات يلي مرقت السنة الماضية كانت العالم عم تطلع وعم بتقول يا ريت يرجع يجي شيخ عمر عبد الكافي. ومن هون يمكن اخذته القرار. صحيح. هلا بطبيعة الحال اكيد كان في شباب، صح؟ اكيد. اختلفت تساؤلات الشباب عن الكبار بالسن او عن المتدينين؟ بدك تستغرب انه ابدا ابدا. بالروحانيات لما بتحكي روحانيات، لما بتحكي دين، كله بيكون عنده نفس، بيكون كل مشدود بالاخر اللي جاي يحضر فضيله الشيخ هو شخص اخذ قرار انه جاي بده يسمع كلام، بده يقرب اكثر من ربنا، فهو بالتالي جاي عارف تقريبا شوي شو بده يسمع. بس اكيد يا بحس هيدا الشخص عم يسمع شيء مقتنع تماما بمضمونه، يا اما لا. الغريب انه الكل كانوا على فرد روح، عم قلك الجو كان رائع، كان في اسئله مفتوحه للناس، يعني الحوار اخذوا عطا مفتوح. ما فيك كثير تفتحي مع دكتور عمر عبد الكافي لانه ما بنرجع ما بيخلص ابدا، ولكن اكيد كان في حوار، ولانهم كانوا مرتين فكانت يعني قد ما بنقدر قدرنا نوصل اللي بنقدر نجاوب على. رح تكون هالسنه مده الندوه اطول من السنه الماضيه لانه ندوه واحده حاصرينها؟ لخبرك نحن بالمبدا لا، رح يكون نفس التوقيت، الندوه هي ساعه ونص ساعتين. الاسئله ممكن نقدر نفتحها، بس انا عم اقول لك القاعه بتساع 2000 شخص بالقليله، يعني فأنت عم تحكي اذا كل شخص سال سؤال ما بنقدر نخلص. نحن ممكن نحدد مثلا 10 دقائق ربع ساعه
يلي بحب يسأل شيء ممكن يقدر يسأل، بس أكيد مش قادرين نفتح المجال كتير. فبالمبدأ نحن عبكرة يلي بحب يكون معنا بيقدر يتوجه على معرض رشيد كرامي، وبعتقد أنه أكثر من الأسئلة هو حيسمع كلام ممكن يكون كتير بيريحه، بقربه، بيطمن له باله، وأكيد رح يكون الحديث شيق كتير. يلا خلينا بعد نسمع شوية من حديثه. أنت لا تدري أين هي، لأن لا فهمت القدر، أيقنت أن رب العباد هو الذي يسير الأمور. ليه الخبر قال لسيدنا موسى إنك لن تستطيع معي الصبر؟ أنت مش قادر على فهم القدر، أنت بتفهم، أنت خدت الموضوع من ظاهره. هو زعل شوية ربي، والعشر إخوة، العشر إخوة أصحاب السفينة إيه؟ كل واحد دعاها، الأعور والكفيف والأعرج واللي عنده مرض، وسبحان الله يعني مساكين يعملون في البحر. وكان وراءهم ملك يعني الواجب أمامه، لكن عشان غربه صار إيه؟ يا الله على تعبير القرآن، صار وراءهم، عمر الظالم يبقى أمام أبدا، سبحان الله. وكان أمامهم ملك منتظرهم، لا، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، خلاص عادها في ظهر الأرض. نادين، قد ايه بتتوقعوا يكون في عالم من خارج طرابلس والمحيط؟ باخر فتره كنا عم نعمل نشاطات، بالذات جمعيه انديد باتر توجذر اللي بترأسها السيده فيوليت الصفدي. بقدر اقول لك انه كميه العالم اللي كانت تجي مش بس من المناطق اللي داير من دار بيروت، اللي داير من دار طرابلس، يجي ناس من بيروت ومن المناطق. هذا الشيء كان مش بس رائع، اكثر من رائع. اليوم نحن بعتقد شوي تاخرنا بانه نعلن عن الندوه، لانها هي ندوه واحده، ولانه ال 2000 شخص هن مش كتار. يعني اليوم نحن لما بنقول 2000 شخص، ال 2000 شخص هي مش طرابلس ومحيطة بلموا 2000 شخص. صحيح. إذا في نشاط هالقد مهم. صحيح. فمشان هيك بعتقد إنه ما بعتقد العالم كتير على بكير عرفت. أهلا وسهلا باللي بحب يجي. نحن دايما ما بقدر خبرك قديش مننبسط بأي شخص بيزور طرابلس، لأنه طرابلس برمضان إلا نكهة. كان بدي أسألك أنا عن جو طرابلس هلا كيف؟ صحيح. طرابلس إذا ما عملت شيء عندها جو هي بحد ذاتها، بلا أي شيء، هي متحف حي، الحياة فيها برمضان مشعشعة، ما بيناموا العالم، بيضلون للصبح لصلاة الصبح لحديد ما يتسحروا ويقوموا يصلوا. بتعيش طرابلس فعلا من المناطق اللبنانية اللي بعدها عايشة الأشياء على براءتها وعلى بساطتها، والاجواء وانا محافظه على كثير حلوه. فاذا بكره الموعد نحن بنتمنى لكم التوفيق على الساعه 10:30. مظبوط. وكل سنه وانتم بألف خير. شكرا. اهلا وسهلا فيك. وانا بحب كمان اقول انه اليوم نحن على موعد بمركز الصفد الثقافي مع مفتي طرابلس والشمال دكتور مالك الشعار، يلي كمان بما انه رح يوصل اليوم فضيله الشيخ دكتور عمر عبد الكافي رح يحل علينا ضيف شرف. ضيف. فكمان بدي ادعي اللي بحب يجي على مركز الصفد الثقافي انه يتفضل على الساعة 10:30 كمان بعد صلاة التراويح. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كتير لكم. شكرا كتير. متابعين حلقتنا لننتقل الى خشبة مسرح الجميزة يلي شهدت على اطلاق فيلم يا عمري للمخرج هادي زكاك بالنسخة على الديفيدي. هالفيلم يلي حصل على عدد من الجوائز خلال مشاركته بمهرجانات الافلام. تفاصيل اكثر عن حفل التوقيع بهالتقرير لزميلتنا باميلا نبهان. شو اسمك؟ شو اسمي انا؟ قريت. وقد ايه عمرك؟ قد ايه عمرك؟ سألت قد ايش عمري؟ قد ايه عمرك؟ انت عرفت قد ايش عمري انا؟ من بعد سنة على عرضه على الشاشة الكبيرة وبالصلاة اللبنانية، من بعد ما جال كافة المهرجانات العالمية وفاز على جوائز مهمة، من بعد ما بكى العديد من الناس وأثار شعور العديد من المشاهدين من خلال شخصية أنريات المؤثرة والجميلة، رجع المخرج اللبناني هادي زكاك المتخصص بالفيلم الوثائقي لينشر فيلم يا عمري على DVD ليصبح بمتناول الجميع وليتمكن كل شخص ما سنحت له الفرصة أنه يشاهده. من خلال حفل توقيع جمع مجموعة من الأصدقاء بمسرح الجميزة، كل فيلم هو كأنه شاهد على حياتي وحياة كل اللي عم بيشتغلوا فيه وعلى الشخصيات، وهذا الفيلم كمان لأنه خاص هو بنفس الوقت تذكار عن حياتنا وشو ناطرنا. أخذ فترة شغل طويلة مع هادي، أصلاً بلش يصور وقت اللي كان بالمدرسة فيه ولا خلصوا، يعني أخذ 20 سنة تصوير، فجربنا قدر الإمكان نكون أمينين بالساوند لنخلي الشخصية
تيتا هريات تكون هي اللي موجوده وهي اللي عم تحكي. اول شيء بدي اهنيهم لانه دوكيومنتير كثير مؤثر، بعتقد ما في حدا بيحضره الا ما كثير يحس حاله يعني بيبكي بيضحك وبحس حاله قريب لهالعائله. ما بعرف شو بدي اقول، بدي اقول انه انا كثير مبسوطه اليوم، خاصه انه حصلت على 3 DVD، خاصه لما يكون الشغل عنده قيمه فنيه مش شغل حيالله، وكمان اكثر شغل حدا بتحبيه وبتحترميه وبتحترمي شغله. افلامه عم تنشر عالميا وعم تنعرض بكل بلاد العالم، يعني هذا فخر كثير كبير للبنان كله. يعني اليوم بالافلام الوثائقيه يعني هو من اهم اشخاص في لبنان. هو عمل انساني وشهاده حياه. حلوه ها؟ ايه. فيلم يا عمري اللي من اخراج هادي زكاك، تصوير ميريال ابو الروس، مساعدة وتأليف موسيقى ايميل عواد. فيلم جديد بينزاد على قائمة افلام هادي زكاك العديدة، فمن بعد مرسيدس، كمال جملاط، لاجئون مدى الحياة، اقباط سينما الحرب في لبنان وغيرها. فيلم يا عمري اصبح اليوم موجود على DVD. فيلم بخلد قصة انريات جدة هادي اللي عاشت العمر 104 سنوات واللي وكب هادي بمسيرتها يوم بعد يوم خلال سنوات عديدة ليخبر قصة ست شهدت على حقبات عديدة من تاريخ بيروت ولخصت بوجودها قصة بلد وحروبه العديدة. أكيد حضرته وتأثرت فيه كتير لأنه بيحكي عن الوالدة عن الجدة وكلنا نحن عنا يعني بيت الجد رحل وتأثرنا كتير ومنشتقلهم. يعني هادي زكاك بيشكل علامة فارقة بمسار السينما اللبنانية وتحديدا السينما الوثائقية. شاهدنا العديد من أعماله، كمال جملاط ويا عمري ومرسيدس وغير سيارات كمان إلى آخره. هذه شاغل بشكل عميق. كان ريفيرنس بأول كتاب كتبه السينما دي ستوري دي سينما دي باني، اللي هو بعتقد صار يمكن مثل مرجع لكل الناس اللي بيعرفوا بالسينما. ويعني صداقة جماعتنا. وآخر شيء وقت عامل يا عمري بتذكر إني رحت على السينما وحضرته، بتذكر من بعد أول 5 دقايق لآخر الفيلم أنا عم ببكي. أي فيلم بيعمله مجبورة تحطيه عندك بالمكتبة، أنا عندي كل الأفلام، هيدا هلا رابع واحد عندي. بخبرك القصة بشكل إنه فيك تحضريها بعد 20 سنة وتحس انه ما الا وقت. عدا عن هو كمخرج، هادي كانسان من The Last of the Mohicans، هذا كل شيء فيني اقوله. بس عشت كفاية بكفة تاخد تورتي. هلا مش تيجي تورتي؟ شو نافع تورتي؟ حلوة صورتي. راحت تورتي. انت مين؟ انا هادي. هادي؟ ابني؟ ابن بنتك. يا تقبل. لأنه في لحظات بحياتنا عدية العمر، شارك أهم لحظات حياتك مع مركز سرطان الأطفال بلبنان ضمن برنامج Gift for Life. ليبقى لهم العمر هدية. للتنسيق المسبق الاتصال بمركز سرطان الأطفال. كلفة العلاج لمريض واحد بمركز سرطان الأطفال بلبنان توصل لل 55,000، ولهلأ الأس أم أس كامبين يلي أطلقوها لعام 2018 مجمعت 35,386 دولار، بالوقت يلي المبلغ المتبقي بعد لعلاج طفل واحد هو 19,600، باقي بس 4 أيام. لنعرف أكثر لما ضناوي منسق جمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال بلبنان هي ضيفتنا لليوم. مرحبا لما. مرحبا. يعطيكم ألف عافية. عم نحكي عن 55,000 دولار وبعد نقصكم 19,600. ما بعرف قديش بعد معقول تلحقوا تجمعوا المبلغ. أكيد بفضل كل اللي تبرعوا من 10 أيار لليوم صرنا مجمعين هيدا الرقم يلي هو 35,386 دولار. بعد عنا 3 أيام يلي ما تبرع عم نطلب منهم أنه يتبرعوا بأسم أس أو أكتر. بعد في بس 3 أيام بدنا نقدر إن شاء الله نجمع معدل كلفة علاج لطفل واحد بالمركز يلي هي قيمتها 55,000 دولار. أوكي، خلينا نقول أنه رقم الأسم أس عم بيمرق على الشاشة 11-05. بليز لكل يلي عم بيحضرونا يلقطوا السيلولار عن جد
ما بيكلفكم شيء الموضوع ابدا، بس بتكونوا عم بتساهموا بخلاص حياة طفل مريض بالسرطان. بتمنى عن جد لكل يلي عم يسمعونا يقدروا يبعثوا مساج او اكثر، فكروا بس بكل المصروف اللي عم تصرفوه بحياتكم، هيدي هالدولار بقيمتهم كلهم يعني. عم تقدروا كل سنة تأمنوا المبلغ يلي انتو حاطينه تارجت؟ اكيد هو صعب كتير انه نوصل له، بس اكيد بفضل كل الناس يلي عم تتبرع عم نقدر قد ما فينا انه نأمن ال 15 مليون دولار يلي هي البودجت السنوية للمركز لنقدر نعالج كل الاطفال المصابة بالسرطان. كنا عم نحكي تحت الهواء انه هالقد نسبة الامراض عم بتزيد، نسبة مرض السرطان تحديدا عند الاطفال عم بتزيد، بالمقابل كتير عم تنخفض النسبة يلي عم بيقدروا العالم انه يساعدوا فيها. يعني قبل يلي كان يساعد ب 200 دولار كنا عم نحكي كل شهر، صار عم يدفع بس 50 عم بيساهم. أكيد يعني هذا الشيء بالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه كل شيء عم بيأثر، بس أكيد أهم شيء الكل واحد إنه يساهم ولو بمبلغ كتير صغير لنقدر نحن نجمع هذا المبلغ اللي نحن بحاجة له ونأمن كلفة العلاج لكل الأطفال اللي عم يتعالجوا بقلب السرطان. اليوم قدي عدد الأطفال؟ نحن عنا 300 ولد عم يتعالجوا سنويا، وكل سنة في 120 حالة جديدة عم يتشخصوا بمرض السرطان. كتير النسبة كتيرة صح، بس أكيد بالمقابل نسبة الشفاء عنا معدلة 80% من الأولاد عم بيصحوا، هذا الشيء بيريحكم أكيد، وعم بيكفوا حياتهم بشكل كتير طبيعي، وهيدي النسبة بتوصل ل 92% بمرض اللوكيميا يلي هو سرطان الدم. دم. أوكي، لما كنا كذا مرة ضوينا على المركز وبنعرف إنه هو بيأمن كل ما يحتاجه الطفل إن كان من جهة ترفيهية أو جهة تعليمية، بالإضافة إلى العلاج النفسي يلي بيرافقه وبيرافق أهله كمان. صح. ومنعرف كمان انه المركز عنده عدة حملات خلال السنة، لانه طبعا حملة واحدة ما بتكفي، يعني الاسماس كامبين اللي كنا عم نحكي عنها بعد لهلأ مش مجمعة كلفة علاج واحد وشهر واحد، مشان هيك انتو دايما بنشاط. صح. بقى خلينا نحكي عن الليز دو مارياج، الشيء الجديد يلي اضفتوه هلأ على حملاتكم. أكيد نحن يعني كل السنة عم بيكون عنا حملات ومشاريع لنقدر نعطي فرصة لكل شخص يكون عم يتبرع على قد قدرته بالطريقة يلي بتريحه. اليوم نحن على بواب أعراس، فلكل الكوبلز والعرسين يلي عم بيحضروا لعرسهم فينا نقلهم أنه اليوم فيهم يخصصوا لائحة الهدايا أو الليز دو مارياج على كارت العزيمة، يتواصلوا معنا بنفتح حساب خاص بدل ما يفتحوا حساب عادي بالبنك. إذا أكيد قدرانين أنه يتخلوا عن الليز دو مارياج بنفتح لهم حساب خاص باسمهم وباسم المركز، وهيك كل معازيمهم بيكونوا عم يتبرعوا للمركز على شرفهم. يعني اليوم لكل حدا حابب انه ينقطهم للعرسان ويهديهم، اليوم هن عم يهدون على شرفهم علاج طفل. مزبوط، يعني احنا اليوم عم نأمن عم نهدي هدية يلي هي تأمين حياة للأطفال من أنه نأمن لهم كلفة علاجهم ويكفوا حياتهم بشكل كتير طبيعي. متى أطلقتوها لما؟ إلى زمان يعني. طيب قديش العالم والعرسان تحديدا عم بيكون عندهم قبول على هالحملة؟ في كتير ناس عم تتجاوب وعم بتحب كتير فكرة الجيفت فور لايف، لأنه هي هالقد حلوة أنه الناس تتبرع على شرفك للمركز وتأمني حياة لطفل هو بحاجة لهالقد مساعدتك وتبرعك. فاليوم كل العرسان فيهم يتواصلوا معنا على أرقام المركز 01 أو 70 75 15 15، وننسق معهم ونفتح لهم هذا الحساب الخاص باسمهم وباسم المركز، وأكيد فينا نعمل أونلاين بيج فيها المعازيم تتبرع خلال الويب سايت تاع السنتر cccl.org.lb، وكل هيدي التبرعات والهدايا عم بتصب لعلاج الاطفال. هيدا بالنسبه للجيفت فور لايف، وفي كمان جيف هوب. الجيف هوب هو حمله التبرع الشهري دايمي، صح، يلي كل واحد فيه يتبرع بالمبلغ يلي هو بيريحه، اكيد بالطريقه يلي هو بتناسبه بشكل شهري وبشكل مستمر، واكيد هذا الشيء كثير مهم بالنسبه لنا لانه هو عم بشكل ركيزه للمركز انه يفوت هالقد تبرع كل سنه ثابت لنقدر نامن هذا العلاج للاولاد. اوكي، طيب مع ارتفاع نسبه المرضى انخفاض نسبة التبرعات، عم بتقولي كنت انه عم تلجأوا شوي للخارج، يعني بتتوجهوا بركة لدول الخليج بجالا دينرز عم بتحضرون، صح، قديش هونيك عم بغطي النقص يلي عم بتسجله
تبرعاتهم بلبنان؟ كله بيوازي بعضه، يعني نحن متكلين اكيد على لبنان بشكل كثير اساسي، لانه نحن كلنا معنيين بهيدي القضيه، واكيد كل حدا عم يسمعنا اليوم فيه يتبرع من اي بلد كان من خلال ويب سايت السنتر ccl.org.lb، في يتصل فينا لاي طريقه ممكن انه نحن نساعده يتبرع فيها، كل واحد على قد قدرته. اليوم مش نحن محصورين بس بلبنان والخليج، اكيد واللي بده يتبرع شو ما كانت جنسيته، من وين ما كان، من اي بلد، بيكون عنده طريقه انه يتبرع فيها، وما راح يوقف على جنسيه او هيدا الولد من وين وشو عائلته. مزبوط، اكيد، يعني احنا بفضل كل الخيرين يلي تبرعوا من اول ما فتح المركز من 2002 لليوم، صرنا معالجين اكثر من 1500 ولد، مثل ما قلنا بنسبه نجاح بتوصل معدلها ل 80%، فاليوم 1500 خلصوا، بس بعد في كثير بالمركز اطفال بحاجه ناطرين لكل تبرع من كل شخص عم يسمعنا اليوم. اوكي، عم نحكي عن الحمله الدايمه والتبرعات الدايمه، خلينا نشوف تي في سي غاصه عنه. تبرع شهريا على قد قدرتك لتساعد ينتصروا على المرض بمركز سرطان الاطفال بلبنان. الحمله اللي عم بتكون الاسماس لشهر واحد ما عم بتكون قليله، عم بتفكروا يمكن ترجعوا تعملوها كذا مره بالسنه؟ نحن عم نعملها مرتين بالسنه. أوكي. اكيد كل حدا من اي خط لبناني في يبعت رساله فاضيه او يكتب اي شيء بقلبه على 1105 ويكون عم يتبرع بدولار للمركز، يعني نحن حابين انه نعملها مرتين، واذا قدرنا ثلاث مرات هيدي السنه لنقدر نجمع قد ما فينا معدل كلفه علاج لطفل واحد. اوكي، الأشخاص يلي بيتعالجوا وبيشفوا بيضلوا على تواصل مع المركز؟ أكيد. ومثل ما بعرف إذا ماني غلطانة في منهم كمان بيتبرعوا ويصيروا يساعدوا بالمركز. صح، 100%، أكيد، يعني نحن الطفل يلي عم بخلص ويشفى عم بيضل على تواصل معنا، عم يجي يزورنا، من هي كمان عم يجي يعمل فحوصات مرة تانية لنتأكد إنه خلص ما بقى في أي نوع من السرطان، وإنه ما روجع المرض بأي مكان تاني، وأكيد في عنا كتير نشاطات من خلالها بيقدروا كل اللي خلصوا علاجهم يشاركوا فيها، وهن كمان يكونوا عم بيوصلوا رسالة المركز للمجتمع. أصغر طفل هلأ عندكم قد ايه عمره؟ الأشهر، من عمر الأشهر، نحن عم نستقبل من عمر الأشهر ل 18 سنة، فأوقات في بيبيات بيكونوا خلقانين معهم سرطان للأسف. وأكثر نسبة لنوع السرطان شو هي؟ هي اللوكيميا يلي هو سرطان الدم. بتصيب الاطفال، وهي على كل حال فيها اكثر نسبه شفاء. اكثر نسبه شفاء، مظبوط، 92% هي معدل نسبه شفاء. اوكي، فاذا بس بدنا نرجع نذكر كل الناس يلي عم بيشوفونا واللي مش عم بيشوفونا، انتم خبرون 1105 هو الرقم يلي لازم تستعينوا فيه لتودوا اس ام اس من تليفونكم بتكونوا عم تتبرعوا على مركز سرطان الاطفال لنعطي حياه وشانس جديد لشخص انه يكفي حياته. بدنا نقول لك شكرا لحضورك معنا لما ضناوي، منسقه جمع التبرعات بمركز سرطان الاطفال بلبنان، يعطيكم الف عافيه. يمكن نسبه السرطان عم بتزيد، بس انتم عم تشتغلوا لنسجل كمان نسبه شفاء بالمقابل. أكيد. اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. اهلا وسهلا. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام بيبقى مع تقريرنا الرياضي. بكره حلقه جديده باخبار صباح الساعه 7:30، كونوا على الموعد. باي. من اليوم نحن لا نتتبع لاي تهديدات لأمن المشاركين وزوار كأس العالم، ومع ذلك فقد وضعنا خلال سنوات الإعداد مخططا واضحا لتوفير الأمن، ونحن على استعداد لاعتراض واحتواء أي تهديدات للأمن بغض النظر عن مصدرها. هذا ما قاله رئيس العمليات الروسي للسيطرة أليكسي لافريشتياف، وتابع: لقد أنشأنا مركزا للتعاون الدولي الذي يعمل بالفعل وسيصبح جاهزا للعمل بشكل كامل مباشرة قبل بدء كأس العالم، ويمكنني أن أقول أنه اعتبار من اليوم تم تأكيد مشاركة 105 ممثلين من 48 منظمة يقدمون خدمات أمنية من 30 بلدا للمشاركة. أعتقد أن العدد سيزداد بشكل كبير في الوقت المتبقي قبل كأس العالم. موقفنا هو الولاء المطلق للجماهير الذين سيصلون إلى بلدنا وسيحتفلون دون انتهاك النظام العام. قد نغض الطرف عن بعض الجرائم البسيطة والفروق الدقيقة في تشريعاتنا الروسية، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أننا نتوقع زوارا من جميع أنحاء العالم. نحن مستعدون للعمل بحزم تجاه أي منتهك للنظام.
أصبحت إيران أول فريق يصل إلى روسيا في كأس العالم أي قبل 9 أيام من المباراة الافتتاحية ب 14 حزيران يونيو، ودخلت إيران في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا اللي فازت بكأس العالم السابقة في كأس كرة القدم والتي كانت تحتل لقب بطل أوروبا، والمغرب أيضا. وسوف يكون مقر فريق كارلوس كيروش في مركز لوكوموتيف ياكوفكا للتدريب في منطقة موسكو، وسيكون ظهوره الخامس في النهائيات. بيلعب فريق كيروش مباراة ودية ضد ليتوانيا في موسكو يوم 8 حزيران، وينطلق من حملته ضد المغرب على ملعب سان بطرسبرغ في 15 يونيو حزيران الحالي. بدأ المنتخب الكرواتي لكرة القدم المرحلة الأخيرة من تراكمه في بطولة كأس العالم التي تقام في روسيا، وعلى الرغم من أن الفريق يلي ترعرع نجومه بقيادة لوكا مودريتش من فريق ريال مدريد، وشاركوا مع لاعبي برشلونة إيفان راكيتيتش وجوفنتوس ماريو مانزوكيتش وليفربول ديجان لوفران، عانى من هزيمة 0-2 الأحد في 3 يونيو في مباراة ودية أمام البرازيل، لأن اللاعبين واثقين من أن هذا الفريق قد يصل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة الوطنية في عام 1998. وقال لوفران صحفيين في رياكا نهار 3: حسنا، كما قلت سنقاتل حتى النهاية، لدينا نوعية ولدينا خبرة، نحتاج فقط لإظهار ذلك على أرض الملعب. وكان أحد اثنين من الكرواتيين يلي لعبوا في نهائي دوري الأبطال الشهر الماضي، والآخر كان مودريتش الذي فاز بلقبه الرابع مع ريال مدريد في مسابقة أفضل نادي في أوروبا. لكن لوفرين أضاف أنه موسم مرهق وراءه ليس مشكلة، لأن اللعب في كأس العالم للفرق هو تجربة يحلم بها أي لاعب، وسيكون هذا هو الظهور الخامس لكرواتيا في البطولة. وعلى الرغم من أن كانت مفاجأة البطولة عام 98 عندما احتلت المركز الثالث، إلا أن فشلت في الخروج من مرحلة المجموعات في 2002 و2006 و2014. وكان المدير الفني زلاتكو داليك الذي تولى قيادة الفريق في أكتوبر الماضي قد أعلن نهار الاثنين عن التشكيل النهائي المكون من 23 لاعب والتي سيأخذها إلى روسيا، حيث أسقط مدافع كلوب بروج ماتيج ميتروفيتش بسبب افتقاره للياقته البدنية، واختيار دوج لاعب فريق ريد بول سالزبورغ الشباب كاليتا بدلا من ذلك.